بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أنا أشكر الأخوة والزملاء في جريدة الوطن هذه الاستضافة، لكم مني كل الشكر والتقدير. تحية لجميع الصحفيين في البحرين، كل عام والجميع بألف خير، نبارك لكم هذا الشهر الفضيل. طبعا ما في شك بأن الصحافة المحلية شريك رئيسي ومهم جدا اليوم في كل الظروف. نحن الآن نمر بهذا الظرف الاستثنائي، فعلا الصحافة المحلية كانت كعادتها موقف وطني مشرف في مجال التوعية وفي مجال دعم الروح المعنوية للصفوف الأولى اللي تقوم وبشكل دام وعلى مدار الساعة خدمة للبحرين وأهل البحرين، فشكرا جزيلا.